بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم، أخواتي الفاضلات، بناتي العزيزات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر لنا أن نستضيف بين فترة وأخرى طليعة مؤمنة من بناتنا العزيزات، وهن يتطلعن إلى مستقبل مشرق بعد أن تجاوزن سني الدراسة بالتعب والسهر، وكانت تحدوهم الهمة العالية والإرادة الصلبة، ويقف من ورائهن الأهل الكرام، الآباء والأمهات، وبدعم جدير بالاحترام من الأساتذة الكرام في الجامعات العريقة والكريمة. ونحن إذ نهنئ أنفسنا بهذه الثلة الطيبة، ندعو الله تبارك وتعالى مزيداً من التوفيق بمزيد من التوفيق لهن في مسيرتهن، وأيضاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسهن لباس الحياء والعفة كما هن متلبسات به. وبحمد الله من الليلة الماضية وإلى صبيحة هذا اليوم وإلى هذه اللحظة كانت حالة من السرور البالغة في قلوب هذه الثلة الطيبة من بناتنا، وأنا أؤكد أن هناك مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع عندما نظروا إلى هذه الاحتفالية الكريمة قد شاركوكم في فرحتهم. وأيضا أنا أؤكد أن المرجعية الدينية تشعر بسرور بالغ بما عليه هذه الصفوة من بناتها، هذه الثلة الطيبة من بنات المرجعية، بما عليه من التزام ديني وأخلاقي. وأيضا أؤكد أنها تدعو الله تبارك وتعالى لهن بالموفقية والسداد في حياتهن الأسرية والمهنية، سائلين الله تبارك وتعالى بالمزيد لكم. أولاً أوجه كلامي باختصار إلى العوائل الكريمة، كما في كل مناسبة أقف مسروراً بهذا الجو وخاطب الأسر الكريمة وأتشكر منها لهذه التربية الطيبة التي أنتجت هذا الإنتاج. وأكيداً هذا الحرص من الآباء الأعزة ومن الأمهات الفاضلات، هذا الحرص على أولادهن وعلى بناتهن سيعزز بحرص مستمر في إيجاد جميع الأجواء المناسبة لأبنائهن. وأيضاً أتوجه بالشكر الجزيل
إلى الأساتذة الأفاضل والجامعات الرصينة والأساتذة الذين ما فتئوا يبذلون الجهد تلو الجهد في سبيل إيصال المعلومة العلمية والسلوكية والأخلاقية إلى أبنائنا وبناتنا. وأوجه كلامي الآن إلى بناتي اللواتي أمامي، وأنا أشعر واقعا بالأبوة لهن جميعا. إننا عندما نرى هذه الطريقة في الاحتفال والاستجابة، ولا أكشف سرا إن قلت أن هناك المئات من الطالبات طلبوا بإلحاح كبير جدا وكثير في أن تلتحق بناتهن بهذا الاحتفال، وما هذه الحالة إلا للحاجة الحقيقية والفطرة السليمة التي كانت عندهن. هناك رغبة شديدة من العوائل، من الآباء والأمهات، فضلاً عن الطالبات، أن يلتحقن بهذه الاحتفالية، وهن لهن تمام الحق. إننا نفخر ونعتز ونطرح هذا النموذج أمام العالم. نقول هذه هي الفتاة العراقية، هذه هي الفتاة التي أنجبتها الأمهات الغاليات والأمهات العزيزات. حذاري أيتها البنات الطاهرات النجيبات العفيفات، حذاري أن يتصرف في قلوبكن من يتصرف خلاف الفطرة السليمة. هذه الأعمار كما قلت سابقا أعمار مهمة وأعمار حساسة. حذاري أن تغيرن الفطرة السليمة التي جبلتن عليها. حذاري أن يتصرف في قلوبكن وعيونكن وأسماعكن من لا حريجة له. الآن بحمد الله تعالى أنتن تحملن شارات عديدة من التقوى ومن الإيمان ومن القوة ومن النجابة ومن الحياء، وكل هذه هي مشاعر بالنسبة لنا مشاعر اعتزاز. أنت أيتها الطالبة أنت قوية، وأنت لك القدرة على أن تغيري مجتمعا بأسره. أنت النواة المستقبلية لبناء عمود المجتمع وهو الأسرة. الآن أنت أدخلت السرور على أبيك، أدخلت السرور على أمك، على أسرتك، على أخوتك، على أخواتك. أنت الآن مشروع أسرة ناجحة وقوية، وأسرة متماسكة. اليوم التحدي لتفتيت القيم وانسلاخ الإنسان من فطرته. حرب شعواء على انسلاخ المرأة من الحياء، والمرأة هي الحياء. لا تجعلن من يحاول
أن يعزل القيم عن كنا، أنتن أصحاب القيم، أنتن أصحاب المواقف، أنتن الأمل في أن ترتسم دائما البسمات على الأسر. نحن نؤمن صلاح المجتمع يمر من صلاح كنا بناتي. أنتم رأيتم بحمد الله تعالى هذا الاهتمام، وكثير نسمع ونقرأ وتصل إلى مسامعنا حالات من التأسف لعدم اشتراك البعض، بل بعض الطالبات قد احتفلنا لسنوات الماضية بتخرجهن وبدأنا يتمنون بصدق أن يشتركن معكن في هذا الاحتفال، تمني حقيقي. وهذا إن دل على شيء يدل على هذه الفطرة الطيبة الطاهرة. الذي أخاطب بناتي، لابد أن ترجعوا الجهد الكبير الذي بذل من الأسر لأسركن. الأمهات الكريمات، أنا في أوقات القبول للجامعات أقابل بعض المتقدمين بجامعاتنا والمتقدمات، وأستمع إلى بعض المعاناة. مثلا جاءتني طالبة أكملت السادس العلمي وكان معدلها قرابة 96%، وبالنتيجة بمقتضى القبول المركزي لمعدلات عالية لا يمكن أن تحقق أملها، تريد كلية من الكليات الطبية. اسمعوا بناتي، وهذه الطالبة واقعا كنا نستمع إليها ونشعر بأنها امرأة قوية وصلبة وجادة، وبذلت أقصى ما يمكن، لكن الحظ كما تقول لم يحالفها إلى أن تأتي بالمعدل الذي يؤهلها إلى بعض الكليات الطبية، وبالنتيجة بحمد الله تعالى وفقنا لأن نخدمها. أنا أقول توفيق لنا بأن نخدم هذه الثلة الطيبة. قالت اسمع مني كيف حصلت على هذا المعدل، يعني كيف كنت أقرأ. قالت أنا في يعني بيتنا كله عبارة عن غرفة واحدة، وأنا أدرس وأقرأ معي والدتي ومعي أختي، في بعض الحالات يتحدثنا بأحاديثنا الخاصة فيؤثر علي، فكنت أذهب إلى مكان وهناك أقرأ. أين تذهبين؟ قالت أذهب إلى بيت الدجاجات، هناك كنت أقرأ. طبعا هذه امرأة نفتخر بها. جاءتني امرأة أم لطالبة قالت أنا ظروفي لا تساعدني، لا أملك المال، لكن أنا أشتغل خبازة للبيوت، وأنهكتها السنون وتعبت، وأيضا معها ابنتها بمعدل 97. قطعا هذه مفاخر لنا،
نقبل رؤوسهن من وراء حجاب. وجاءني طالب أراني يده وهي يد خشناء، قال أنا أشتغل في فرن، يعني في مخبز، ومعدله كان 96.5. قطعا أنا أقف أمام هذه النخب وقفة تبجيل واحترام. البلد يحتوي على هكذا نوابغ وطاقات، والأسر الكريمة والآباء والأمهات يبذلن هذا الجهد. بعض بنات الآن قد فقدنا الآباء، فقدنا الأمهات، إدخال السرور عليهم في قبورهم والدعوة من كنا لهم في غاية الأهمية. هم زرعوا فيكم هذه الروح. نحن نريد أن نراكم دائماً في أفضل ما يمكن أن يرى والد ابنته، أفضل ما يمكن. الأب يرى أولاده، يحب أن يرى أولاده أفضل منه، يحب الأم تحب أن ترى ابنتها أفضل منها. في الأمس واليوم شاهدتم أمهات حقيقيات لكنا يتسابقن على توفير الخدمة لكنا، وكل واحدة منها كانت تهاتف أختها في سبيل أن لا تشعروا أنتم بأي تقصير قد حدث. والغاية زرع هذه الروح القوية فيكن. ستدخلون إلى المجتمع قويات، صلبات، مؤمنات. تذكروا من أدخلتم السرور عليهم، لا تحزنوهم في المستقبل. هذه الكف كما قلنا مع بناتنا في الدورة السابقة، هذه الكف اليوم وقفت أمام ضريح أفضل من جسد الوفاء والتضحية، بطل من أبطال كربلاء، صنع كربلاء. هذه اليد التي أقسمت قبلوها ولا تمد إلى أي محرم في المستقبل. تذكري هذه اليد، عندما أعطيت عهدا العهد لك. إن شاء الله تعالى تمر الأيام والسنون وسترين الآثار الطيبة لما فعلت. أنتم اليوم جسدتم شيئا كبيرا بناتي، وشيئا يدل على التمسك بالهوية، يدل على التمسك بالفطرة، يدل على التمسك بالحياة وعلى العفة والنجابة. أنتم صنعتم شيئا محل افتخار، الناس بدأت تتعلم منكن. هذه الشابة التي تحب أن تفرح، هناك محطات في حياة كل إنسان، ومحطة التخرج من الذكريات العالقة تبقى في نفس الطالبة أو الطالب. الآن الناس تريد أن تتعلم منكن. أنتن الآن صنعت لنا مدرسة في التخرج، في العهد، في القسم، في كل ما يمت إلى القيم من مسائل. أنتن القيمة الحقيقية التي نعتز بها.
حقيقة الاحتفال نحن نأنس به، لعله لا أجامل إذا قلت أكثر من كنا، عندما نرى هذه الطاقات وعندما نرى بناتنا وهن يشقن طريق الحياة بهذا المظهر المهم وهذا المظهر الروحاني والهيئة التي بعض الذين شاهدوكم اليوم بين الحرمين كانوا يذرفون الدموع فرحاً ولعلهم لا يعرفونكم، كانوا يتسابقون أن ينظروا ما الذي يجري، من هذه؟ هل هذه بناتنا؟ هذه العفة تتجسد، هذا الحياء، هذه القيم. أنتن خواتي بناتي صنعتن شيئاً محل افتخار، هذه محطة نحن نفخر بها ونحن نعتز بها. بالنسبة إلى أمهاتكم اليوم الذين شاهدتموهم حريصات جداً عليكن، أيضاً هم لعله فرحهن أكثر من كنا، سيجلسنا ويتواصينا ويحددنا ويستعدنا إلى الاحتفال القادم محبة ورغبة وشوقا لهذا الصنيع المبارك المهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بناتي لكن دوام التوفيق والتسديد، وأن الله تعالى لا يحرمكن من نعمة الحياء والعفة والنجابة، وأيضا لا يحرمكن من نعمة العلم بما ينفع المجتمع بما ينفع الناس. إن بلدنا بلد علم وبلد أخلاق وبلد قيم، أنتن جزء من حل المشكل، وإن شاء الله تعالى تحل جميع المشاكل بهذه الثلل الطيبة من أبنائنا ومن بناتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتلطفوا علينا بقبول ما أنجزناه لكنا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يديم عليكن وعلينا هذه النعمة، وأن يحفظكن جميعا للبلد ولأهاليكم ولمتعلقيكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.